خطاط لنفخ الخدود. مرحبا واهلا وسهلا بكم في اقوى طريقة لنفخ الخدود اعزائي. اولا اود ان اشكركم شكرا كبيرا على تفاعلكم الكبير في قناتي. اعزائي، يتم خلط معلقة كبيرة من الحلبة مع كوب من الماء مع التحريك لمدة 5 دقائق، ثم يترك الخليط ليبرد تماما، وبعد ذلك نقوم بإضافة معلقتان صغيرتان من الخميرة للخليط، ونقوم بعد ذلك بالخلط بشكل جيد. وبعد ذلك أعزائي يتم الوضع الخلط على الخدين مع التدليك برفق بدون استخدام القوة، ونترك الخليط لمدة 1/2 ساعة، ونقوم بغسله بماء الورد أو بالماء الفاتر، وكرر هذه الطريقة.